مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في تغطياتنا المباشره والمستمره للاوضاع في غزه. مشاهدينا الكرام، نبدا بهذا التقرير حيث كثفت سلطات الاحتلال تعزيزات العسكريه على حدودها مع قطاع غزه استعدادا لشن اجتياح بري، فيما تواصل غاراتها المكثفه ليوم التاسع على التوالي على القطاع، وليرتفع الشهداء الى 2329 شهيدا، فيما تجاوز عدد الجرحى 9000. في غضون ذلك، أعلنت حركة حماس أنها قصفت مطار بن غوريون وعسقلان، بالإضافة إلى حشود لقوات إسرائيلية قرب ياد مردخاي قصفتها بالصواريخ. دخلت الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية يومها التاسع من التصعيد، فيما استعدت القوات الإسرائيلية لهجوم بري على قطاع غزة، في وقت تجددت فيه الغارات الإسرائيلية الكثيفة على القطاع، وانقضت السبت مهلة أعطاها جيش الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من مليون فلسطيني بمغادرة النصف الشمالي من القطاع والاتجاه جنوبا. وطلبت حماس من المواطنين عدم المغادرة قائلة إن طرق الخروج غير آمنة، كما أضافت أن عشرات الأشخاص استشهدوا في ضربات على سيارات وشاحنات تقل لاجئين. من ناحية أخرى، قال المركز الفلسطيني للإعلام إن قتلى وجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة، وتشن إسرائيل قصفا مكثفا على قطاع غزة أدى لاستشهاد وإصابة الآلاف في القطاع الفلسطيني المحاصر. من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن نحو 300 شخص معظمهم من الأطفال والنساء استشهدوا، وأصيب 800 شخص في غزة خلال الساعات 24 الماضية. في غضون ذلك، ذكرت مصادر طبية أن 14 شخصا استشهدوا في قصف إسرائيلي على منزل غرب رفح جنوب القطاع، فضلا عن إصابة العشرات الذين تم نقلهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية حي الشجاعية والبريج. كما أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة أن آلة الحرب الإسرائيلية قد ارتكبت مجازر في مناطق مختلفة من القطاع، ما أدى إلى شطب أكثر من 47 عائلة فلسطينية بشكل كامل من السجل المدني الفلسطيني. من جانبها، أدانت منظمة الصحة العالمية أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات في شمال قطاع غزة، ووصفتها بأنها حكم بالإعدام على الجرحى والمرضى. وأشارت المنظمة إلى وجود 22 مستشفى تتولى علاج أكثر من 2000 مريض، باتت حياة العديد منهم مهددة شمالي قطاع غزة. وبعد هذا التقرير مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع آخر الأحداث. معي عبر الهاتف الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ اللغة العبرية بجامعة الإسكندرية. دكتور أحمد، تحياتي وأهلا بك. أهلا بحضرتك. دكتور أحمد، يعني كان من المتوقع أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي باجتياح غزة خلال الليلة الماضية كما هو معتاد في قصص الاجتياح السابقة، ولكن تم تأخير ذلك. في رأيك، لما هذا التأخير في عملية الاجتياح؟ يعني بالطبع هناك صلات سياسية على أعلى مستوى تجري، لأن هناك مجموعة من الأمريكان داخل قطاع غزة، وهناك أيضا أسرى إسرائيليين أسرهم تضغط يعني في محاولة لتجنبهم المصير الموتي يعني. لكن في جميع الأحوال هناك تخبط لدى الجانب الإسرائيلي، هناك اعتراف بالفشل بدليل تشكيل حكومة الطوارئ الحالية بضم وزير دفاع جديد وضم رئيس أركان جديد. طيب، من قراءتك طبعا وخبرتك السياسية في الداخل الإسرائيلي وقراءتك للأوضاع السياسية الآن، بما أنك أشرت لحكومة الطوارئ، ما معنى حكومة الطوارئ بالنسبة لإسرائيل أو الدستور الإسرائيلي؟ ماذا تنم عنه؟ يعني اشرح لي الأوضاع الداخلية الإسرائيلية الآن. هو عندهم قوانين أساسية، يعني هم لم يتفقوا بعد على دستور ينظم هذا القانون الخاص بالحكومة. نعم. ففي البند 20 يسمح بتشكيل حكومة طوارئ على أن تستقر في اللحظة التي تنتهي فيها الحرب.
الجانب الإسرائيلي أو نتنياهو بمعنى أدق اختار أن يتحالف مع الجنرالات وترك يائير لبيد زعيم المعارضة في خارج الحكومة وأيضا أبيكتور ليبرمان، ففي ذلك إخرار بفشل وزير الدفاع الحالي يوآف جالانت ورئيس أركيا. نعم، يعني كان من المتوقع أن يتنحى نتنياهو أو يحاسب أو يعني يكون له لما حدث عواقب على نتنياهو شخصيا، هل يتم تأجيل ذلك أو الحساب داخل إسرائيل لرئيس الوزراء ولهذه الحكومة اليمينية المتطرفة، أم أن الأحداث الآن أهم من عملية الحساب في رأيك طبعا بخبرتك في الداخل الإسرائيلي؟ يعني وفق التوقع الماضية في حرب أكتوبر تم الاستعانة برئيس أركان جديد وقائد للمنطقة الجنوبية، تكرر هذا في حرب لبنان الثانية، لكن لأول مرة يكون الحديث عن إقالة رئيس وزراء أثناء حرب، فهذا هو المطروح حاليا. لكن طبعا في المقابل في أصوات بتقول الأولوية لترميم صورة جيش الاحتلال التي تعرضت لإهانة ومزاق. نعم، خليني أسألك سؤال يمكن لم يتردد كثيرا في الإعلام العربي، لماذا ردود الأفعال الأوروبية والأمريكية بهذا التعاطف الشديد مع إسرائيل وبهذه القسوة مع ما يحدث في غزة؟ بالطبع ازدواج معايير، لكن في نفس الوقت سيناريوهات مبيتة مسبقا، بمعنى ان هناك ذريعة متمثلة في هجوم حماس على 11 نقطة عسكرية وبعض الأهداف المدنية، لكن في جميع الأحوال هناك رغبة في نقل السكان، مشاريع نقل السكان نعم. قديمة ولها الأولوية لدى الغرب. نعم، لماذا لم يتم فتح حتى الآن طرق آمنة للمعونات مع دعوات كثيرة وخاصة من مصر؟ يعني احنا مصر أعلنت أن مطار العريش الدولي مفتوح لمن يريد أن يساعد الجانب الفلسطيني وخاصة الأوضاع في غزة، وحتى الآن لم نشاهد أي تحركات عالمية غير مصرية. يعني بالطبع صوت مصر دوما كان صوت الحكمة ولم يتم الالتفات إليه. مصر دوما تقول الاحتلال هو المسؤول عن قطاع غزة والذي يحاصر قطاع غزة وعليه أن يتحمل تبعات ذلك، فحاليا الجانب الإسرائيلي يحاول أن يجعل الحياة داخل قطاع غزة غير قابلة للاستمرار، كل المساعدات بل هدد بقصفها، فلذلك هناك معركة دبلوماسية قوية جدا بيتم إدارتها يعني منذ أيام لفتح الممرات لإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالينا في قطاع غزة. نعم، طيب، يعني طبعا هناك عمليات دبلوماسية جارية، ونعلم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى يوميا الكثير من الاتصالات والمشاورات مع رؤساء دول عدة لعمليات التهدئة، ولكن على الأرض لم يحدث ذلك. ونعلم أن روسيا قد طالبت تصويت في مجلس الأمن على وقف إطلاق النار. في رأيك هل يمكن أن نرى وقف إطلاق نار قريب أم سيستمر العدوان الإسرائيلي حتى يشفي جيش الاحتلال غليله مما حدث في 7 أكتوبر؟ وأعتقد أن يعني مهما حدث لن يستطيع أن يشفي غليله. يعني أنا أعتقد أن من المستبعد تمرير مشروع القرار الروسي، رغم أنه يتحدث عن هدنة إغاثية إنسانية، إسرائيل لا تأبى حتى بأرواح من هم متواجدين داخل قطاع غزة من الإسرائيليين، فأعتقد أن سيكون مصيره الفيتو. لكن في جميع الأحوال إسرائيل تخشى من فتح جبهة شمالية، هذه الجبهة إذا ما فتحت فتعيد إسرائيل تبقى وربما تتدخل أيضا الطائرات الأمريكية في المواجهة. طيب، يعني بعد 10 أيام من هذه العمليات ومن طوفان الأقصى، كيف تقرأ الآن يا دكتور أحمد هذه العملية منذ البداية وحتى الآن؟
ردود الأفعال الإقليمية والدولية عليها، يعني قراءتك للمشهد ككل في اليوم العاشر. يعني بالطبع يعني الصين موقف معتدل، روسيا موقف داعم مؤيد، ففي هذا خفاء الجانب الغربي المنحاز والذي يثبت أيضا أنه يكمم الأسواق سواء بإبعاد بعض من يدون بمواقف مؤيدة للفلسطينيين من وظائفهم أو حتى بمنع التظاهر المؤيد للفلسطينيين. يعني هذه موقف كاشفة والديمقراطية الغربية على المحك، وأعتقد سيكون لها تأثير سلبي كبير. كيف كيف يا دكتور أحمد؟ يعني لما حكومات ومؤسسات عالمية حتى مؤسسات السوشيال ميديا تمنع العرب وغير العرب زي ما حضرتك قلت إقصاء موظفين من أعمالهم لمجرد أن هم بيتعاطفوا مع الأحداث وليس مع ما قامت به المقاومة، هم بيتعاطفوا مع ما يحدث للمواطنين حتى، كيف سيخسر الغرب في رأيك؟ اعتقد طبعا ان رأس المال جمال اذا ما رأى ان هناك مصالح مهددة وان هناك رأي عام غاضب وان هناك ايضا اعادة مراجعة لبعض المواقف، اعتقد ان هذا الامر معركة اعلامية، معركة على التوعية، هذه امور متشابكة وتراكمية. فانا اعتقد ان سيتم على سبيل المثال الاعتذار عن أخبار مفبركة، هذه يعني منظومة متكاملة. يعني على الجانب العربي أن يدرك أنه يجب عليه أن يتعامل معها بحكمة وأيضا بصمود وبحث. فأعتقد أن المواقف الغربية يعني بتخسر كثيرا، المصالح الغربية بتخسر كثيرا، أيضا الجانب الإسرائيلي كدوره الوظيفي كمخلف مصر في المنطقة يعني يحتاج إلى ترميم، لأن عند المفترق الطرق أتى من يحميه وليس من نعم. دفع به لكي يحمي مكانه. طيب كيف تستطيع الدول العربية أن تستفيد من الموقف الأوروبي الآن وتقلب الدائرة عليهم في رأيك؟ يعني طبعا جامعة الدول العربية لها إمكانية لتوصيل صوت العرب في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي، وأنا أعتقد الاتحاد الأوروبي يتراجع حاليا عن بعض المواقف المخزية، دعني أقول بشأن تأكيد مستحقات للفلسطينيين، يعني هي موجهة للسلطة الفلسطينية كأن نعم. العقاب جماعي ويطال حتى السلطة الفلسطينية التي لم يستشارها أحد في هذه الاشتباكات وتمد يدها دوما السلام، وهي الخيار المعتدل والمصر الشرعي للشعب الفلسطيني. كيف ترى موقف السلطة الفلسطينية الآن من هذه الأحداث؟ يعني قراءتك لهذا الوضع؟ يعني طبعا الخطأ الإسرائيلي الكبير هو الفشل الاستخباراتي والخيار السياج بجرافة بدائية، السياج الأمني يعني، وعدم الرد وعدم الجزية. لكن الخطأ الأكبر هو إضعاف السلطة الفلسطينية، إنهاك السلطة الفلسطينية وتشويهها طوال الوقت وحصارها. فحاليا إسرائيل تجني ثمار هذا، استفزازات لبن جفير وقطعان المستوطنين من ناحية، وإنهاك وإضعاف وتشويه السلطة الفلسطينية ورأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن، كان خطأ فادح من الجانب الإسرائيلي. طب ما هو الجانب الإسرائيلي كان دايما يتحدث عن إلى من، يعني هو كان بيقول إلى من أتحدث، يعني في انقسام فلسطيني. بالضبط، هو يقول لا يوجد شريك، في حين نعم. إن المبادرة العربية مطروحة منذ 2002 هذا شريك. الرئيس أبو مازن دوما مواقفه معتدلة ودوما يعني يراهن على خيار المقاومة السلمية، فلم يتم تأييده، لم يتم دعمه، بالعكس تمت محاصرته، تم انهاكه، وتم تشويهه بشكل عام. نعم. طيب
هل تعتقد أن يتوجه الجيش الإسرائيلي لفتح جبهات أخرى، خاصة أنه بيخصف مطارات في سوريا وبيحاول، يعني هو بيقول أنه هو بيحاول يعني يجنب جبهة حزب الله في لبنان، لكنه من ناحية أخرى يستفز حزب الله. في رأيك هل هو قادر على فتح هذه الجبهات أم هي عمليات تأمين متوقعة منه؟ يعني بالتأكيد في الكواليس اتصالات سرية عبر الوسطاء وفي اتفاقات غير مكتوبة، لكن أعتقد أن في جميع الأحوال الجانب الإسرائيلي يتمنى أن تظل هذه المناوشات محدودة على الجبهة السورية والجبهة اللبنانية، ثم يفتحها بعد أن ينهك غزة ويعني يوجه لحماس ضربات موجعة. نعم نعم، بشكرك دكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ اللغة العبرية بجامعة الإسكندرية، شكرا جزيلا على هذه القراءة للداخل الإسرائيلي وعلى أيضا تحليل لهذا الوضع خلال اليوم العاشر. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الإجلاء القسري لآلاف المرضى من شمال غزة إلى مؤسسات صحية مكتظة في جنوب القطاع قد يكون بمثابة حكم إعدام على هؤلاء المرضى. بعد أكثر من أسبوع من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواصل آلاف الفلسطينيين النزوح من منازلهم بعد إنذار من إسرائيل بإخلاء مناطق شمال القطاع. من جانبها دعت منظمة الصحة العالمية إسرائيل لسحب أوامر الإجلاء على الفور للمستشفيات في شمال غزة، كما دعت لحماية المنشآت الصحية والعاملين في قطاع الصحة والمرضى والمدنيين. لكن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن الجيش سينتقل إلى عمليات قتالية نوعية إضافية، مجددا الدعوة لإجلاء المدنيين من مدينة غزة. ويرد الجيش الإسرائيلي بقصف مكثف على قطاع غزة بعد أن شدد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء. وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل على تجنب وقوع كارثة إنسانية نتيجة للهجمات المستمرة على غزة واستهداف المدنيين. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أشار إلى أن أكثر من 5000 وحدة سكنية في هذه المباني دمرت، فيما أصيبت حوالي 4000 وحدة أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد قابلة للسكن. اللجنة الدولية للصليب الأحمر حذرت بأنه لا يوجد مبرر لتدمير قطاع غزة، وطلبت بفترات توقف في المعارك للسماح بدخول المساعدات الإنسانية لمواطني القطاع الذين يعانون من كارثة إنسانية نتيجة لهذه الهجمات. من جانبها أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلا لجمع تبرعات بقيمة 294 مليون دولار من أجل مساعدة السكان في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. بعد هذا التقرير مشاهدين الكرام، دعونا نعود إلى ضيوفنا عبر الهاتف وتحليل أكثر لهذه الأوضاع المأساوية في غزة واليوم العاشر من طوفان الأقصى. معي عبر الهاتف الأستاذ حسن هريدي الكاتب الصحفي. أستاذ حسن تحياتي وأهلا بك. تحياتي لحضرتك أستاذ حسام، تحياتي للسادة المشاهدين كل التحيات. أهلا وسهلا بك. خلينا ناخد منحى آخر. كلما طالت هذه الحرب وهذا الاعتداء على غزة كلما تعرضت إسرائيل لأزمات اقتصادية، والعالم أجمع ليس بحاجة إلى أزمة اقتصادية جديدة. يعني بعد الحرب الروسية الأوكرانية نرى أزمات اقتصادية متتالية. في رأيك هل هذه العملية الإسرائيلية على قطاع غزة وأن طوفان الأقصى منذ البداية سيكون أزمة اقتصادية جديدة للعالم وخاصة الولايات المتحدة التي تدخلت بسفن حربية كبيرة؟ بالفعل كما تفضلت وذكرت أستاذ حسام، هذا الصراع هو يضيف إلى أوجاع العالم لأزمة اقتصادية تتداعى أثارها على العالم أجمع، خاصة أنه نعلم جيدا من أبرز تلك المظاهر ارتفاع أسعار النفط عالميا، بالرغم من أن
إسرائيل وفلسطين ليس دولتان منتجان بقوة في قطاع الإنتاج النفطي. صحيح. ولكن الأحداث أثرت بالفعل وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. أيضا التداعيات والاضطرابات العالمية التي تشهدها المنطقة حاليا أثرت بشكل كبير على معدلات الطمأنينة للمستثمرين خاصة، ورأينا ذلك انصراف المستثمرين إلى شراء الذهب كملاذات آمنة تحسبا للأوضاع الحالية. أيضا من ضمن أبرز تلك المظاهر هو ما سندات الخزانة وأذون الخزانة العالمية، أيضا ارتفاع معدل المؤشر العالمي للدولار نتيجة للإضطرابات، وبالتالي هذا الصراع يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمية ويؤدي إلى مزيد من الأوجاع العالمية بجانب الأوجاع التي رأينا أثارها الكبيرة، سواء كانت الأحداث الجيوسياسية المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، أيضا الأحداث وتأثيرات جائحة كورونا. اليوم العالم أمام مفترق جديد، خاصة ما يحدث منطقة الشرق الأوسط. منطقة الشرق الأوسط هي منطقة مؤثرة في الاقتصادات العالمية بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. أيضا الاقتصاد الإسرائيلي تأثر بقوة، ورأينا ذلك انخفاض معدل الشيكل. أيضا لأول مرة تلجأ إسرائيل إلى بيع جزء من احتياطاتها النقدية لتغطية النفقات للاعتداءات على الفلسطينيين. هذا الأمر وهو يدل على أن هذه الأحداث سوف تؤثر على العالم اقتصاديا. نعم. سوف تؤدي إلى مزيد من الأوجاع الاقتصادية العالمية، وبالتالي على العالم جميعا أن يتكاتف لوقف هذه عجلة هذه الحرب ووقف هذا الاعتداءات المتكررة، وأن يخرج من هذه الأزمة إلى حل لهذه القضية المهمة والتي أصبحت قضية العالم كله، وعلى العالم أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه القضية. طيب، يعني إعلان الولايات المتحدة الأمريكية للدعم دعمها الكامل والدائم لإسرائيل وتزويدها بآلات الحرب والأسلحة، في حين أن الداخل الأمريكي يئن من وطأة التضخم وارتفاع أسعار البنزين يعني لثلاث أربع أضعاف، ارتفاع مشاكل في الداخل وارتفاع أسعار الفائدة، هبوط الأسهم كما ذكرت حضرتك، كل ده هل يساعد أمريكا، أو هل ستظل أمريكا بالفعل أو الولايات المتحدة بالفعل قادرة على الدعم بهذا الشكل؟ هذا الأمر وهذا الدعم هو يصب في معيار أو السياسة بمكيالين، في ظل أنها تدعم المعتدي وأيضا تناصر المعتدي، رغم أن القضية الفلسطينية والفلسطينيين هم من يدافعون عن أصحاب الحق وأصحاب القضية الحقيقية. وانصراف الولايات المتحدة في ظل أن حجم الديون للولايات المتحدة فاق المستوى لأول مرة منذ 40 عاما يصل لهذا الحجم، وبالتالي تدعم إسرائيل ب 8 مليار دولار وقوة ونقل الأسلحة والمعدات، وهذا الأمر يتكلف من الخزانة الأمريكية الكثير، في ظل أن الولايات المتحدة والمواطنين الأمريكيين يعانون من ارتفاع معدلات التضخم على المستوى الداخلي والمحلي وارتفاع الأسعار، وبالتالي هذا الأمر سوف يخلق أزمة داخلية داخل الولايات المتحدة كما حضرتك تفضلت وذكرت، وهو اعتراض المواطن الأمريكي لاستشعاره أن ما يتم إنفاقه من نفقات تسليح ودعم لإسرائيل سيؤثر عليه بشكل مباشر ويؤثر على مستوى معيشته وفرص عمله، وهذا ما جعل البعض داخل الكونغرس بالفعل أو بعض النواب يتقدمون بطلبات لتحديد أو مراجعة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في دعمها المباشر والدعم الصريح لإسرائيل، وما هو العائد من تلك هذا الدعم وهذا التأييد بشكل أصبح مسار نقد من دول العالم ومسار نقد من معظم العالم، وأيضا مسار نقد من داخل الولايات المتحدة على كافة المستويات، سواء كان على المستوى
الفكري والثقافي والمستوى الشعبي وأيضا المستوى داخل الدوائر السياسية للولايات المتحدة. رأينا ذلك النقص والطلبات المقدمة داخل الكونجرس ولمراجعة هذه السياسة، النقد المباشر داخل الدوائر الأمريكية. هذا يؤدي إلى أن هناك أزمة حقيقية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانت على المستوى الشعبي والمستوى السياسي. وبالتالي سوف مع اقتراب موعد الانتخابات للولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون هناك تأثير على مدى شعبية المرشح الرئاسي للولايات المتحدة، وسوف تكون هذه الورقة من الورقات اللاعبة في الانتخابات إذا أحسن استغلالها أو أحسن العرب ترويجها بشكل مباشر، وأيضا أحسن أن يستغل العرب والمسلمين هذه الورقة في الانتخابات القادمة للولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعلم جيدا أن الولايات المتحدة ترى أن إسرائيل هي ابنها المدلل، وكذلك بعض الدول لما يرون أنه تخدم مصالحها في منطقة الشرق الأوسط وتعمل على تنفيذ السياسة الأمريكية، وهذا الأمر أيضا له كثير من التبعيات وأيضا مسار من النقاط المناقشة خلال السنوات المقبلة. طيب، يعني هنا سؤال برضو مهم حضرتك أكيد طرحت جزء منه، وهي هذا السؤال الذي سيطرح كما قلت حضرتك الآن وفي السنوات القادمة، هل الولايات المتحدة تستند في تعاملها مع إسرائيل على أنها زي ما قلت حضرتك هي الطفل المدلل والابن المدلل، وأن الولايات المتحدة هي الحليف الأول والأكبر لإسرائيل، أما أن الولايات المتحدة كانت وما زالت حتى الآن القطب الوحيد في العالم وأنها المشرع الدولي والذي يجب أن يتصف بالحكمة ويتصف بالإنصاف؟ طبعا ده هيكون هزة أكيد لوضع الولايات المتحدة الأمريكية في العالم. كلام حضرتك ينقسم إلى جزئين بالنسبة للسياسة الأمريكية. فالسياسة الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية ترى أن الدعم الكامل والمطلق لإسرائيل، وبالتالي هذا نهج السياسة الأمريكية وهذه نهج الاستراتيجية الأمريكية طويلة الأمد وعلى المدى القصير والمتوسط والطويل الأمد، وبالتالي هذا الدعم سوف يستمر من وجهة نظر الإدارة الأمريكية. أما هناك على المستوى الشعبي سوف يتغير هذه أو هيكون مسار نقد ومباشر، وبالتالي سوف تعيد الإدارة الأمريكية إذا تم الضغط بشكل مباشر وشكل قوي وتزايدت هذه الضغوط الشعبية داخل الولايات المتحدة، سوف تضطر الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في هذه الاستراتيجية. وبالتالي إذا بالنسبة لهذا الأمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالمستوى السياسي والمستوى أو المستوى الإدارة والمستوى الشعبي. الجزء الآخر وهو كيف يمكن أو مدى الدعم الذي تتلقاه الولايات المتحدة، هذا أمر يراه الأمريكيون وفقا للتصريحات وزير الخارجية الأسبق أن هذا التزام أخلاقي من الولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيع أو تبنيها اتفاق السلام بين الدولة المصرية والدولة الإسرائيلية. نعم. أيضا العالم واستكمالا نرى أن الولايات المتحدة أو أن بريطانيا ترى أن هذا وعد أخلاقي ورؤية استراتيجية وأيضا هدف ليخدم السياسة البريطانية، وبالتالي هناك دعم معلن ودعم صريح وكثير ومستمر أيضا من قبل بعض الحكومات. قد يتغير في المستقبل، هذا ما تكشف عنه الأيام المقبلة. طيب أستاذ حسن، خلينا أسألك في هذه النقطة تحديدا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، كثير من الدول حتى الهند أظهرت بشكل واضح وصريح دعمها ووقوفها بجانب إسرائيل في هذا الحدث، يعني هم يرون أن العملية هذه عملية إرهابية وغيره، حتى إبداء الرأي أصبح غير مقبول في هذه الدول التي معروفة وتتشدق بالديمقراطية وحرية الرأي وغيره. نرى فصل موظفين من وظائفهم الحكومية أو غير الحكومية أو الخاصة في مؤسسات كبيرة، وفي تعتيم على هذه الأخبار لكل من يتضامن مع الفلسطينيين ومع المدنيين حتى وليس مع العملية نفسها. هل
سيخسر هذا الجانب بشكل كبير. يعني دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ اللغة العبرية قال أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستخسر وبشكل اقتصادي بسبب ذلك. هذا مع التطورات التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط وأيضا تطورات على مستوى قيادة الولايات المتحدة الأمريكية للعالم، أصبح هناك وظهور الصين بقوة وروسيا بقوة، أصبح هناك تغير في موازين القوة العالمية، وبالتالي إذا كانت نجحت الدعاية والإعلام الإسرائيلي والصهيوني في ترويج القضية الفلسطينية على أن الفلسطينيين هم المعتدون وأن الإسرائيليون هم الذين يدافعون عن الحق بالباطل، فبالتالي لو لم يستمر هذا الأمر مع الصحوة العربية وأيضا صحوة أو انتشار الإعلام العربي الذي يعيد تشكيل الرأي العام العالمي وأيضا لغة المصالح السياسية والاقتصادية على مستوى العالم، نعلم جيدا أن ارتباط الهند وإسرائيل هناك ارتباط اقتصادي شديد القوة وهناك مصالح مشتركة بين الهند وإسرائيل، أيضا المصالح البريطانية ومصالح الاتحاد الأوروبي سوف نرى أن السنوات المقبلة ستعيد هذه الحكومات التقييم هذه العلاقة بناء على علاقة المصالح الاقتصادية وارتباط المصالح الاقتصادية الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط والنهوض أو التنمية التي بدأت تنهض داخل البلدان العربية. هذا الأمر العالم يتحدث دائما بلغة المصالح واللغة المشتركة أو المصالح المتبادلة طيب. بين الأطراف. اسمح لي أسألك سؤال، يعني ذكرته حضرتك في معرض كلامك وفي وسط كلامك عن الإعلام العربي، هل ما زال الإعلام العربي غير قادر على توصيل الصورة بشكل حقيقي للغرب، أم أن تملك الغرب لوسائل الإعلام المختلفة وخاصة المشهورة الآن كالسوشيال ميديا هو الذي يسبب هذا التعتيم في رأيك؟ دعني يعني أقول بصراحة أن وسائل السوشيال ميديا قد تعيد القضية الفلسطينية إلى نصابها الصحيح. قد كان في السابق امتلاك اليهود والمنظمات الصهيونية للإعلام العالمي كان هو المحرك للرأي العام العالمي، الآن وبعد أن انتشرت وسائل السوشيال ميديا نرى صور الضحايا وصور التدمير وصور القضية والأراء التي تعرض على وسائل السوشيال ميديا، أيضا مزيد من انتشار للإعلام العربي الذي بدأ ينتشر حاليا في على مستوى العالمي سوف يعيد تشكيل الرأي العام العالمي. إن كانت في العقود السابقة تدير الدولة أو المنظمات الصهيونية الإعلام العالمي بشكل مباشر وتوجهه لخدمة مصالحها وخدمة قضاياها بشكل رئيسي ومباشر وصريح، الآن بدأنا نرى انتشار مزيد من انتشار للإعلام العربي، وهذا ما جعل هناك تفاوت وهناك تناقض بين آراء الشعوب وآراء الحكومات على المستوى العالمي. هناك مؤيد ومعارض، لأن إعادة تصحيح هذه الصورة لم يتم في ليلة وضحاها، وإنما يحتاج لبعض الوقت، لأن تشكيل الرأي العالمي وتشكيل الفكر والثقافة والمنظور الثقافي يحتاج إلى بعض الوقت ومزيد من الجهود، وبالتالي لابد أن يتم تنسيق بين وسائل الإعلام العربية وأن تتبنى القضية الفلسطينية وأن تضعها من ضمن الاستراتيجياتها الرئيسية وفي التغطية وإظهار الحقائق بشكل مباشر. هذا الأمر لابد أن يتم العمل عليه بشكل رئيسي ومباشر خلال السنوات المقبلة لإعادة القضية إلى طريقها القويم. رأينا ذلك ما يؤثر، سوف تكون للشعوب كلمة عليا خلال السنوات المقبلة استغلال الأداة والقوة الناعمة العربية. أشكرك الأستاذ حسن هريدي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا على وجودك معنا. ودعونا نذهب إلى رام الله ومع الدكتور جهاد حرب المحرر السياسي من رام الله. دكتور جهاد تحياتي. دكتور جهاد المحلل السياسي، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا، مساء الخير. يعني أين السلطة الفلسطينية الآن من الأوضاع، و يعني
ما هي ورق أوراق الضغط التي تمتلكها الآن على إسرائيل إذا كان هناك أوراق ضغط؟ يعني السلطة الفلسطينية خلال الأيام الماضية أي منذ يوم 7 أكتوبر أعلنت موقفا واضحا من قبل الرئيس محمود عباس. الأول قال أن حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأن المجتمع الدولي لم يسمع لنا عبر الدبلوماسية والطرق السياسية. والأمر الثاني تحدث عن تجنيد جميع الإمكانيات المتوفرة للسلطة الفلسطينية لدعم قطاع غزة على مستوى الصحة والتنمية الاجتماعية وغيرها، وهذا ما يمكن الحديث عنه في إطار السياسي والخدماتي وبذل الجهود السياسية مع قادة العرب الأشقاء في الجمهورية المصرية وفي المملكة الأردنية الهاشمية وبعض الدول الأخرى لوقف العدوان الإسرائيلي وحوار مع الإدارة الأمريكية حول الممر وقف العدوان وكذلك فتح ممرات آمنة للمواطنين الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. هذا الجهد يبذل مع الدول العربية سواء من خلال جامعة الدول العربية كعقد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب أو مع المندوبين الدائمين في المندوبين الدول العربية والإسلامية في الأمم المتحدة. هناك جهود سياسية تبذلها السلطة الفلسطينية في يعني في المستويات المختلفة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي، لكن على المستوى المادي لا توجد لدى السلطة الفلسطينية خيارات أو إمكانيات مادية لتساهم في المواجهة الموجودة في قطاع غزة، سوى أن الشعب الفلسطيني هو يقوم بهذه المواجهة سواء على المستوى المجموعات المسلحة التي بدأت بالكثير من العمليات العسكرية وإطلاق النار على جنود الاحتلال الصغير والمستوطنين أو المقاومة الشعبية التي شاهدناها ونشاهدها بشكل يومي وشاهدناها يوم الجمعة بشكل واسع في أغلب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام. طيب اسمح لي دكتور جهاد، يعني في احد الاخبار كان الرئيس ابو مازن في اتصال هاتفي مع رئيس الولايات المتحدة الامريكية جو بايدن واكد على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى وضع الارض مقابل السلام وحل الدولتين ولم نرى ردا من الولايات المتحدة غير الرد السابق دعمها لإسرائيل، إرسال حاملتي طائرات بمشتملاتها من فرقاطات عسكرية سفن متحركة بوارج في البحر المتوسط، ولكن هل كانت هذا الاتصال من الضرورة أم من البروتوكول العادي؟ يعني الإدارة الأمريكية بعد جولة وزير الخارجية التي لم تكتمل بعد في العالم العربي واضح أنه اكتشف أو موقفا عربيا صلبا سواء من الجانب المصري القيادة المصرية أو الأردنية وكذلك اليوم في المملكة العربية السعودية لوقف العدوان الإسرائيلي ولمنح فرصة لإدخال المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين. والرئيس الفلسطيني أكد على في اتصاله مع الإدارة الأمريكية مع الرئيس الأمريكي على الموقف الفلسطيني العربي الموحد أن الفلسطينيون أن المشكلة الرئيسية هو الاحتلال الإسرائيلي وليست العمليات المسلحة. هذه نتائج الاحتلال الإسرائيلي صحيح. هذه للجوانب أو القضايا التفصيلية والجانبية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وما دام الاحتلال الإسرائيلي جاثم على الأرض الفلسطينية ويحاصر الفلسطينيين في قطاع غزة ويزيد من الاستيطان في الضفة الغربية ستشهد الأراضي الفلسطينية مزيد من العمليات المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي. طيب اسمح لي أنا أقرأ لك في مقالة بعنوان هذه أحداث 11 سبتمبر الإسرائيلية كتبه أفي ماير. هذا الكاتب اعتبر أن أحداث السبت 7 أكتوبر تمثل أكبر فشل عسكري واستخباراتي لإسرائيل منذ نصف قرن، ده كلامه، إن لم يكن خلال 75 عاما من تأسيسها. وهنا تحدث أيضا عن الحديث داخل إسرائيل الآن أنا بنيامين نتنياهو هو المسؤول عن هذه الحرب. في رأيك هل اكتشف العالم ضلال دعاية الإسرائيلية عن الجيش الذي لا يقهر وأيضا في النهاية مستقبل نتنياهو السياسي؟
يعني اولا بدا يكتشف العالم مدى فشل الجيش الاسرائيلي، وكانت ما يتعلق بيوم السابع من اكتوبر العملية التي جرت والتي يفتخر بها الفلسطينيون جميعا. نعم. بالنسبة لهم هو العبور الثاني إذا جاز التعبير بعد العبور الأول في عام 73 الذي قام به الجيش المصري البطل. هم يريدون تشبيه ما جرى يوم السابع من اكتوبر ب 11 سبتمبر، وهو مخالف لكل القيم. لا. لا يقف أحد مع أحداث 7 من أكتوبر، من 7 11 من سبتمبر، لكن ما جرى يوم 7 من أكتوبر هو عملية عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على صدر الفلسطينيين. أما فيما يتعلق بمستقبل نتنياهو، أعتقد أنه انتهى نتنياهو سياسيا، ما بعد الحرب لن نجد نتنياهو في الحياة السياسية. نعم. خاصة أن هذا الفشل يتحمله هو ووزير جيشه جلانت ورئيس هيئة الأركان والمستوى السياسي. طيب سؤال الأخير وأرجوك سريعا دكتور جهاد، إلى متى تعتقد أن هذه الحرب ستستمر؟ سريعا أرجوك. يعني في ظني أن هذه الحرب ستستمر لمدة 3 أسابيع إلى 4 أسابيع وفقا للتقديرات الإسرائيلية، ووفقا ل ما سيجري إذا ما دخل الاحتلال الإسرائيلي عسكريا اجتياحا عسكريا لمنطقة شمال غزة، والذي يحتاج للسيطرة وقتا قد يتجاوز الأسبوعين. نعم. هذا الأمر ربما يحتاج 3 أسابيع على الأقل كعمليات عسكرية عنيفة كما نشاهدها. نعم. اليوم. نعم. لكن حتى الآن الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي ليس لديه خطط لما بعد. صحيح. وليس لديه الشجاعة للاجتياح. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور جهاد حرب، المحلل السياسي من رام الله، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. بشكر جميع ضيوفي الذين كانوا معنا في هذه التغطية المباشرة للأحداث المستمرة والمستعرة على قطاع غزة. نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ودائما تغطياتنا المباشرة والمستمرة معكم على النيل على مدار الساعة. ابقوا معنا، النيل الأقرب إليكم.